السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم رضوان فلوكس. اليوم فيديو جديد، فلوك جديد. اليوم الاخوان غادي نتعرفوا على شي سلعه ونتعرفوا على شي بياسات اصليين، وكاينين شي بياسات لي كوبيين، كاينين شي تفريبين، كاينين شي جوج بياسات لي كوبيين وما تبقى كلشي اوريجينال. يعني الاخوان اليوم فيديو بياسات ديولي، اللي بغى شي حاجه مرحبا به نهائي. المهم كاينين شي بياسات نتعرفوا عليهم ان شاء الله ونتعرفوا على الاثمنه، والله يسخر الامر للجميع. الاخوان نتوما في ديوركم، حنا كنتقشقشوا في بلاصتكم، وتحياتي للجميع. وما تنساوناش بلي كومونتير ديالكم ولي لايك باش حفزونا، باش اي بياس بان واي سلعه واي محل واي حاجه نوصلوا لكم حتى لديوركم. وتحياتي لكم وتحياتي لخوتنا من طنجه حتى للقويره، وهاشتاغ صوفي المهمه وديما قشقاش. المهم الاخوان كاينه هاد الصنداله هادي، هاد الاورلي صنداله مليحه تبارك الله، ناف 42 الاخوان. هادي بياس امريكان الاخوان، المهم هادا الاخوان اللي بغاها غتبقى ليه بميتين درهم اخر تمن، تمن زوين درنا في هاد الاخوان. البركة اللي غندي معاكم انا، المهم قلنا هادي كاينة 42، هاهي الفرد ديالها الاخرى الاخوان، ياسة مليحة واصلية وخفيفة. المهم هادا الاخوان كتبقى بميتين درهم، تمن زوين. وكاين هاد البولو هادي الاخوان، هاي بولو سبور مليحة هادي، كلها بلاستيك ديال لودو ديال كلشي. البولو سبور الاخوان راه غالية شوية، حيت كاينين تلاتة ديال لي مارك، كاين بولو غالف لورين، وكاين بولو سبور غالف لورين، وكاين بولو بي غالف لورين. المهم هادي الاخوان نمرة 43، نمرة 43 الاخوان. بالنسبة لهادي الاخوان غتبقى ب 350 درهم، تمن زوين فيها وبياسة مليحة ديال لودو وكلشي، غتبقى ب 350. كاين هاد البياس هاد الكونفيرس هادا، مليح الاخوان تشوف فيه 100% قطن. المهم هاد الاخوان كيبقى بميتين درهم اوريجينال، كيبقى بميتين درهم الاخوان. الطاي ديالو راه الاس اكس اس، كيلبس حتى الاس ويلبس حتى الميديوم هادا الاخوان، حيت وافية شوية. ندوزو لاندر ارمر، هادي راه غنية يعني التعريف، راك شتو الاخوان شوني مصورو، شو هادا راه مول الاس ولا الميديوم راه يجي. هاد الاندر ارمر الاخوان غنديرو ليه تمن زوين، غير يبقى بميتين درهم. بالنسبة لهاد الاديداس هدا البازيك 100% قطن تاهو، هذا الميديوم المهم هذا الاخوان شاو غنديروا ليه 200 درهم، ثمن زوين. كاين الاخوان هاد نورت فيس هذا
هذا كوبي الاخوان ماشي اوريجينال، شكونوا فاهمين؟ هذا كوبي مليح، فيه خدمه مليح. نشوفوا الطاي ديالو، الطاي ديالو لارج هذا الاخوان، لارج نورد فيس هنايا بالبارا مطبوعه، كولور فيه نقي تاهو. المهم هذا الاخوان نديرو فيه تمن زوين، غير قد 120 درهم، هذا ب 120 درهم الاخوان. وفي هاد النورد فيس مضروبة اللور تا هي. المهم هذا قلنا غيبقى ب 2400. ندوزو لهاد هذا ديال ديكاتلون، هاي كود زاد اخوان، وهذا غنديرو ليه ثمن زوين هذا الاخوان، غيبقى ب 90 درهم، هذا غيبقى ب 90 درهم الاخوان. الطاي ديالو كلبس اللارج والميديوم، جوج الاخوان بس الميديوم واللارج. وكاين هاد لارم ايتيلير، هذا هاد لارم ايتيلير عندي خوها الاخوان، ها لا مارك ديالهم في السروال الاخوان، حاشاكم السروال ديالهم فيها الطبعة شودروني هنا، تا الطبعة اللي في الدار ديال سميتو ديال التيشورت تا هي شودروني. طبعا نقية فيه، تا هاد الكتبة من القدام تا هي نقية. دا اوريجينال الاخوان، الطاي ديالو بقات فيه، بقى فيه لارج، كان عندي فيه سيري الاخوان، بعت الاكس لارج وبقى اللارج والميديوم خديتو انا. المهم هذا تا هو غيبقى ب 200 درهم، ثمن زوين، اللي بغاه مرحبا. وكاين هاد السروال هذا مايكل كورس، سروال امريكا دار مايكل كورس غني يعني التعريف الاخوان، 33 طاي ديالو، سروال مليح بلو مارين الاخوان، الثوب ديالو من الداخل الشيوبة شكيتات. المهم الاخوان هاد السروال غنديرو فيه تمن زوين، غيبقى ب 300 درهم، السروال لاطوال غيبقى ب 300 درهم. ودروة الاخوان، دروة بالنسبة لبنادم اللي بغا يسليمي، راه دروة اللي كيلبس الدروة راه مليح، راه صالتو مليحة. المهم الطاي ديالو 33 الاخوان، كاين هاد البريزيدون هذا ديال طومي، البريزيدون ديال طومي ميديوم، ميديوم الاخوان، طن 100%. المهم هذا اللي بغاه الاخوان غيبقى ب 500 درهم، هاد البريزيدون هذا غيبقى ب 500 درهم. اللي بغاه ماشي مشكل نصاوبو مع الاخوان، يعني بحال هادو الاخوان بحال شبيعة ب 800 750. المهم انا راه قياسات مرخص فيهم، دير فيهم اثمنة زوين. المهم هذا كيبقى 500 درهم، واللي بغاه مرحبا. كاين هاد جي في كنون، هذا جي في كنون
هذا نشوف شحال كيدير. كيدير 69 الاورو و 70 الاورو. هانتوما الاخوان التيكيتا ديالهم ميديوم هذا. هادشي فيكنون هادي راه بومبي. شوف الاخوان راه بومبي. هي هو الجين جينز شي فيكنون جينز. المهم هذا اللي بغاه الاخوان غنديرو ليه تمن زوين غير قد 100 درهم. تمن زوين 100 درهم. المهم الاخوان يكون وصلنا معكم حق باقي هاد الشورت هذا. هذا الشورت الاخوان لبستو مره واحده واو ديال 45 دولار. هذا لبستو مره واحده الاخوان. اللي بغاه غندير معاه فيه مزيان يبقى اخر ثمن. اخر ثمن غيبقى 300 درهم الاخوان. هاد جوردن هاد الطاي ديالو ميديوم طاي زوين الاخوان. المهم هذا غيبقى 300 درهم. السيولة ديالو القومة من هنايا. نقيد قاع الاخوان باقي التيكيتا ديالو باقي كلشي ليه لابسو مرة وحدة. المهم هذا اللي بغاه 300 درهم الاخوان. المهم الاخوان تعرفنا على السلعة تعرفنا على البياسات اللي موجودين اللي طاي اللي فيهم. الله يسخر الامور للجميع الاخوان. نخلي لكم الانستغرام ديالي الاخوان. اللي بغى يتواصل معايا بغى شي حاجه تواصل معايا في الانستغرام. واللي عند النمره ديالي تواصل معايا على النمره ديريكت ونبيع ونشري معاه. الله يسخر الامور للجميع الاخوان. راه فين ما كتبان عندي شي حاجه جديده راه كندير فيها ثمن زوين وكنوصل للخوت. فين ما كان شي جديد غنصوروا لكم ونوصلوا لكم حتى لدياركم. نتوما في دياركم حنا كنتسالوا في بلاصتكم وبالدعم ديالكم رحنا ديما مواصلين معكم المسيره الاخوان. وتحياتي للجميع. وما تنساوش الاخوان تكثروا لنا من لي كومونتير ديالكم لي لايك بارطاجيو الفيديو مع الاخوان باش تعم الفائده للجميع. والله يسخر الامور للجميع. وتحياتي لكم وتحياتي لخوتنا من طنجة حتى للقويره. وهاشتاغ صوفي المهمه وديما قشقاش.